شفت التوت من شجرة البقريون؟ كبرت كبرت كبيرة. يلا خدها. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم مقطع جديد. مقطع جديد. هلا وهلا فيكم قناتنا من جديد بمقطع جديد مع ريون. ريان تحين وين بتروح؟ النادي. بنروح النادي، راح اوصل ريان للنادي. راح تشوفون في هذا المقطع يوميات شنو راح نسوي. شنو فيك تضحك؟ وش فيك؟ نضحك. يلا خلنا راح نمشي عشان لا نتأخر. طبعا هنا صورت لكم تصوير سريع من البيت لنادي ريان. هذا كان التصوير السريع. وصل ريان الملعب. يلا وش داخل؟ أول محطة بعد توصيل ريان أخذ النمل. نجي نأخذ من الكفر صح شوي. مرة مسخنة وزكام وحلقي أبدا، حتى صوتي متغير، فجيت أخذ لي قهوة عشان أعدل حلقي. ريان الحين في النادي، الحين الساعة 4 يخلص الساعة 5 بالضبط، وصفا نامت وما حبيت اروح البيت عشان لا تجلس، خليها شوي تاخذ لها قهوه. كان نفس الكروسان بس للاسف ما في مخلص، استلمناه مع الكافي. هذا احلى كافي كابتشينو الحين نشربه. هذا الدونات، لا تشوفوني وين واقفه، والله جنب البيوت. ايضا من الاشياء اللي ودي اسويها اليوم، طبعا هذا الكيس كله ملابس، سويت فاز كده سريع في الدولاب حقي، وحبيت احطهم في سلة التجميع الملابس بما ان رمضان قرب. وطبعا احنا دائما حق العيد لازم ناخذ ملابس جديدة، والدولاب حقنا او الكبت يكون ممتلئ من الملابس، فحبيت اتبرع بعض الملابس اللي موجودة عندي. وبس هذه السلة حق تجميع الملابس، الحين راح انزل وادخل الكيس فيها. طبعا جات الليل الحين وريان رجع من النادي حقه، والحين راح نكمل مشاويرنا قبل لا نرجع البيت عشان نسوي له عشاء وينام. صح؟ صح. ليتس جو. يلا ليتس جو. وهنا ايضا صورت لكم مشوار من البيت لين وصلنا أنا مع ريان لين الصيدلية. احنا وين طيان؟ صيدلية. صيدلية. يلا تعال ناخذ حق صفون. يلا هذا المنتجات اللي نستخدمهم لصفون. بعد ناخذ لصفون الحليب. عرفت حليبها.
الحفاضات لصفاء. خلصنا. بعد سريلاك لصفاء. الحين نقدر نخلص. يلا قدام. شاطر اللي يساعد الماما. أبو المالقة جا البقالة بس هو يبي البقالة. لازم مشورنا ريان أفندي. يلا اختار. للمدرسة بكرة. ينو أمس أخذت الهيا بس مو من هذا البقالة. يقول لذيذ بس مو محصلة. يلا أشوف لك شيء ثاني. هذا هم هنا بعد. يلا يا ريان. خرابيط ريان. تمشي يا ابو الخرابيط يا ابو العقايد. طبعا بعد ما رجعت البيت سويت العشاء لريان وابوه بروستد الربيان. انا ما اكلت منه فسويت لهم البروستد وبعدين انا سويت لي شيء ثاني. الحين راح تشوفون بعد البروستد هذا بعد ما قليته. بعد ما خلص طبعا ما مداني حتى اصورهم ياكلون. وانا سويت لي بطاطس بالقلاية الهوائية اضفت ملح وهذا فلفل بارد واضفت بهارات مشكلة ورشة زيت زيتون وقلبتهم. وهنا دخلتهم القلاية. وهنا بعد ما طلعتهم حبيت اسوي لي اجواء فرتبتهم هذا الترتيب. طلع البرجر احلى من مال المطاعم. لذيذ لذيذ كله في داخل البيت. شوفوا الحركات كيف سويته. هذا الصوص اللي سويته طبعا فات ريان وبس. وعلي بالعافية. وصلنا البيت وريان خلص عشاء والحين وقت النوم لأن بكرة مدرسة من الصباح. يروح المدرسة ويرجع المدرسة ويرجع النادي. يلا تصبح على خير ريان. قولهم مع السلامة. مع السلامة. يلا.